بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأفاضل طلاب الدراسات العليا، هنتناول في هذا الفيديو وفيديو رقم 5 أساليب التحليل الإحصائي لاتخاذ القرارات. وتناولنا في الفيديو السابق الخاص بالتحليل العملي بعض المشكلات اللي بتواجه متخذ القرار التي تتعلق بكثرة المتغيرات ذات التأثير في الموقف الذي يحتاج فيه اتخاذ قرارات معينة. وقلنا إن ياريت يبقى أمام متخذ القرار قاعدة بيانات كاملة متكاملة محدثة دقيقة تتضمن كافة المتغيرات ذات التأثير في المواقف التي يواجهها متخذ القرار، سواء كانت تتعلق بالبيئة الداخلية أو البيئة الخارجية. إحنا نعتمد على نواتج التحليل في الأسلوب اللي إحنا هناخده في هذا الفيديو، هو تحليل الانحدار سواء كان بسيط أو متعدد، على الاوتبوت بتاع الباكج الاحصائيه CBSS، وهي حزمه البرامج الاحصائيه الخاصه بالعلوم الاجتماعيه. واتفقنا ايضا ان متخذ القرار المفروض ان هو يعمل توليد اكبر عدد ممكن من المتغيرات ذات التاثير فيما يرغب ان يتخذ قرار يتعلق بموقف معين، وهنا نراعي البساطة المتناهية في تفسير هذه النواتج فقط بغرض تسهيل المهمة على متخذ القرار دون الخوض في تفاصيل التحليلات الإحصائية. فهو المفروض قارئ جيد لهذه النواتج، وبناء عليها يستطيع أن يتخذ القرار. وفي نفس الوقت هناك متخصصين طبعا في التحليلات الإحصائية يمكن أن يلجأ ليهم متخذ القرار لكي يستطيع أن يرى ما لا يراه الآخرون، وبالتالي يتسم القرار الخاص به بالفعالية إن شاء الله. هناخد في هذا الفيديو تحليل الانحدار، فهنفهم هذا أسلوب بطريقة مبسطة جدا وفعالة جدا دون اختزال أي من المهام الخاصة بهذا التحليل. احنا متفقين ان في مراحل، وقلنا في الفيديو السابق في مراحل تحليل إحصائي تتعلق بالبيانات التي تعبر عن المتغيرات ونخضعها لعمليات التقدير والتحليل بواسطة الأساليب الإحصائية والتحقق من صحة هذه النتائج حتى يمكن أن نعممها وأن نتحكم في هذه المواقف ونتنبأ بها مستقبلا. تحليل الانحدار هو بيجيب عن سؤال هائل جدا: من يؤثر على من بمقدار كام وفي أي اتجاه؟ معنى كده ان تحليل الانحدار هيوصلنا الى العلاقات التبادلية التأثيرية بين المتغيرات. من يؤثر فهو متغير مستقل زي ما اتفقنا قبل كده، ومن يتأثر فهو متغير تابع. فنحن نرغب في دراسة التغير في المتغير التابع نتيجة تغير المتغير او المتغيرات المستقلة. في الاستاتستيكال باكج هنعتمد على طريقتين في التحليل. الطريقة الأولى اللي هي انتر، هذه الطريقة بتعتمد على إدخال كل المتغيرات المستقلة اللي تضمنها النموذج بتاعنا اللي احنا فكرنا إنها ممكن أن تؤثر في المتغير التابع، بتدخلها مرة واحدة، وهنتحقق ساعتها من العلاقات الارتباطية، وهنتحقق من المتغيرات أو المقاييس الإحصائية الوصفية، وهنحكم على جوهرية النموذج الخاص بالمعادلة تحليل الانحدار.
الطريقة التانية اللي هي سيبوايز مالتيبل ريجريشن أو السيبوايز. السيبوايز دي بيبقى فيه متغير مستقل أو عدد من المتغيرات المستقلة اللي بيتوقع متخذ القرار أنها ذات تأثير على المتغير التابع. بيدرس طبعا العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، ويبدأ في البحث عن أول متغير له تأثير في المتغير التابع ويدخله في المعادلة، ثم المتغير رقم 2 في وجود المتغير رقم 1 شرط أنه يزيد من تفسير التغير في المتغير التابع، ثم المتغير رقم 3 في ظل وجود المتغير رقم 1 ورقم 2 الذي يفسر بدرجة أكبر التغير في المتغير التابع، وهكذا. السبايز معنى كده إن هو بيدخل المتغيرات واحد يلي الآخر طبقا للعلاقات الارتباطية ومدى مساهمة المتغير المستقل اللي هيدخل جديد في زيادة نسبة التفسير فيما يتعلق بالمتغير التابع. تحليل الحضار زي ما اتفقنا انه بتضمن نوعين من المتغيرات، متغير مستقل او متغيرات مستقلة، وهناك متغير تابع نرغب في دراسة تغيره بفعل هذا المتغير المستقل او المتغيرات المستقلة. وهنصيغ معادلة رياضية تظهر مقدار وطبيعة تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. عندي في أنواع تحليل انحدار، في انحدار خطي أي معادلة خط مستقيم، وفي انحدار غير خطي. إحنا في المجال بتاعنا هنا للتبسيط هندرس الانحدار الخطي وهو الأكثر شيوعاً وهنناقشه، وهنعرف إن إحنا عندنا نوعين من الانحدار. انحدار بسيط يتضمن متغير مستقل واحد في ظل وجود متغير تابع، وهندرس أيضاً الانحدار المتعدد اللي هو Multiple Regression الذي يتضمن عدد من المتغيرات المستقلة في ظل أيضاً وجود متغير تابع. يبقى التركيز بتاعنا على الانحدار الخطي، وهناخد الانحدار الخطي البسيط أي متغير مستقل واحد، وهناخد بعد كده إن شاء الله الانحدار المتعدد الذي يتضمن أكثر من متغير مستقل وتأثيرهم في المتغير التابع. تعال نشوف، هناخد أمثلة ونشوف كيف يمكن تفسير نتائج تحليل الانحدار بعد ما نتفهم ونراجع بعض المفاهيم التالية. المفهوم الأول هو معامل الانحدار اللي هو مقدار تأثير المتغير أو المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. معامل الانحدار بيعني مقدار التغير في المتغير التابع نتيجة تغير المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة. يعني لو تغير المستقل تغير المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة، بكام سيؤثر على تغير المتغير التابع؟ وده بيرمز ليه بالحرف B، وهنشوف في نواتج التحليل إن شاء الله. معامل الارتباط اتكلمنا عليه كتير جدا، واتفقنا ان ده بيقيس طبيعة وقوة العلاقة بين المتغيرات، واتفقنا ايضا ان القيمة بتاعته تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح سواء كان بالسالب او بالموجب. ففي حالة الصفر لو طلع معامل ارتباط يبقى لا توجد علاقة، وفي حالة الواحد الصحيح العلاقة تامة سواء كان علاقة تامة سالبة أي عكسية أو علاقة تامة موجبة أي طردية. والشريحة التالية توضح
تفسير قيمة معامل الارتباط ونوع هذا الارتباط. شرحنا هذه الشريحة في الفيديو السابق، وعرفنا كيف نفسر قيمة معامل الارتباط طبقا للنوع الخاص به. عندي مفهوم جديد اللي هو معامل التحديد، اللي هو R سكوير، اللي هو مربع معامل الارتباط. وR سكوير ده أحد المفاهيم والمؤشرات الإحصائية اللي هي بتبيني كم في المية من التغير في المتغير التابع تم تفسيرها أو شرحها عن طريق تغير المتغير أو المتغيرات المستقلة. يبقى معامل التحديد هو مقياس للقدرة التفسيرية للنموذج بتاعي، ويختبر في نفس الوقت جودة التوفيق والارتباط بين المتغيرات المستقلة وبين المتغير التابع. يبقى كل ما زاد معامل التحديد اللي هو الار سكوير، كل ما احنا قدرنا نفسر اكبر جزء من التغير في المتغير التابع عن طريق تأثير المتغير او المتغيرات المستقلة. فهنا الباحث او متخذ القرار يبقى سعيد جدا لو طلع الار سكوير بتاع النموذج بتاعه او بتاع المعادلة بتاعته كبير، لان ده بيدل انه استطاع ان يدرك المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري في تفسير التغير في المتغير التابع. طب افرض طلع R سكوير القيمة بتاعته صغيرة، فليبحث ويعيد النظر مرة اخرى متخذ القرار في ادخال بعض المتغيرات المستقلة التي تزيد من قيمة R سكوير حتى يستطيع ان يشرح مدى التغير في المتغير التابع نتيجة تغير المتغير او المتغيرات المستقلة. لازم احكم هل العلاقات اللي احنا توصلنا لها، العلاقات التأثيرية للمتغيرات المستقلة وتأثيرها على المتغير التابع، هل هي حقيقية؟ هل هي جوهرية؟ هل هي لها معنى حقيقي يعتمد عليه عند اتخاذ القرار؟ بنلجأ الحقيقة إلى اختبار F عشان أحكم على معنوية أو جوهرية النموذج بتاعي أو المعادلة الانحدارية بتاعتي اللي بتتضمن العلاقات التأثيرية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وهنقدر هنشوف دلوقتي في الأمثلة بتاعتنا قيمة F ودرجة الجوهرية بتاعتها، وأقدر أعتمد عليها أو لا أعتمد عليها. هنتناول أمثلة لتحليل الانحدار. فعندي في الشريحة التالية مثال بيوضح حالة عملية رقم واحد، بيقول يرغب أحد مدراء التسويق في معرفة طبيعة وقوة العلاقة بين المنفق على الإعلام بالمائة ألف جنيه والمبيعات بالمليون جنيه. يعني وحدة الإعلان 100,000 والمبيعات بالمليون جنيه، وتساءل هل المنفق على الإعلان تأثير في زيادة المبيعات وبمقدار كام؟ لأن احنا اتفقنا الانحدار بيقول لي من يؤثر على من وبمقدار كام وما هي طبيعة هذا التأثير. هو عاوز ياخد قرار يعتمد في الموازنة بتاع الإعلان كام علشان يحقق رقم مبيعات مستهدف كام. فماذا يفعل؟ هو ما قدموش إلا أن يدرس العلاقة التأثيرية للإعلان في تغير المبيعات، وبالتالي لازم يجمع قدر من البيانات عن فترات زمنية سابقة
عشان يقدر يدرس هذه العلاقة التأثيرية في تغير رقم المبيعات. هو الحقيقة جمع متخذ القرار بيانات على مدى 6 أشهر، هنستعرضها في الشريحة التالية. أدي المنفق على الإعلان بـ100,000، والمبيعات واي بـ1,000,000 جنيه. فعنده 6 شهور، في الشهر الأولاني بالنسبة للإعلان أنفق 1 أي 100,000، 2 يعني 200,000، 10 يعني 1,000,000 جنيه. بالنسبة للمبيعات، ساعة ما أنفق 100,000 جنيه كانت مبيعات 2,000,000 جنيه، ساعة ما أنفق 200,000 جنيه كانت المبيعات 4,000,000 جنيه، ساعة ما أنفق 1,000,000 جنيه على الإعلان كانت المبيعات 20,000,000 جنيه. هو عاوز يدرس هل فعلا الإعلان يؤثر على المبيعات، وبكام، وفي أي اتجاه، هل هي بالزيادة، ولا لو الإعلان فيه خلل ممكن يؤثر سلبا على المبيعات، فما قدموش إلا إن هو يلجأ إلى تحليل الانحدار. وطالما إن هناك متغير مستقل واحد اللي هو المنفق على الإعلان اللي هو إكس، وعندي متغير تابع المبيعات، يبقى هذه العلاقة الانحدارية علاقة انحدار بسيط. ليه؟ لوجود متغير مستقل واحد بنحاول ان احنا ندرس تأثيره في المتغير التابع. هو جاب لي هنا، قال لي الطريقة بتاعت انتر اللي احنا اتفقنا ان تبقى لهذه الطريقة كل المتغيرات المستقلة هيتضمنها النموذج، وهنقدر نحدد ما هو جوهري وما هو غير جوهري. وقال لي الديبندنت فاريبل اللي هو المتغير التابع المبيعات، والمتغير المستقل اللي هو اكس الاعلان. في اول خطوه من هذه الخطوات بنوصل الى المقاييس الاحصائيه الوصفيه اللي هي الديسكريبتيف ستاتستكس. فقال لي ان المتوسط الخاص بالمبيعات 7 اي 7,000,000. المتغير المستقل المتوسط الخاص بالمتغير المستقل اللي هو الإعلان 5 أي 500,000. الستاندرد ديفيشن للمبيعات كان 3,741,000، وعدد الحالات بتاعتي 6 حالات اللي هي 6 شهور اللي هو جمع عنها بيانات متخذ القرار. في أول نواتج للتحليل بيطلع لي الكورليشن اللي هو معاملات الارتباط بين المتغير المستقل X والمتغير التابع Y. عندي Y مع نفسه هيديني طبعا 1 صحيح، و X مع نفسه هيديني 1 صحيح، لكن علاقة الارتباط بين X و Y واضح 988,000، وده ارتباط طردي لعدم وجود إشارة قوي جدا طبقا للشريحة اللي احنا عرضنا فيها نوع الارتباط وقوة هذا الارتباط. احنا لا نكتفي بكده عشان متخذ القرار يبقى مطمن. صحيح معامل الارتباط طردي بين اكس وواي 988,000، وهذه العلاقة السيجنيفيكانت بتاعتها علاقة جوهرية. ليه؟ لأن طالع عندي 0، معنى كده أن العلاقة جوهرية بين المتغير المستقل وبين المتغير التابع. لكن لو طلعت أكتر من 5% يبقى العلاقة بتاعت غير جوهرية، لأن احنا بنشتغل في الغالب بمعامل ثقة 95%، يبقى إذن هناك خطأ بـ5%. يبقى دلوقتي الطريقة المستخدمة هي طريقة انتر اللي هي بيدخل كل المتغيرات اللي موجودة عندي المستقلة عشان ندرس تأثيرها على المتغير التابع. عدد الحالات عندي 6 حالات، وضح لي المين اللي هو المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، ووضح لي مصفوفة الارتباط،
وعرفنا ان الارتباط بين كلاهما ارتباط طردي قوي جدا. بكام؟ ب 988 من ألف. وهذه العلاقة علاقة حقيقية، علاقة جوهرية يعتد بها، وبالتالي كل معامل ارتباط بنتوصل إليه لازم يكون في تفسير منطقي لهذه العلاقة. واحنا عارفين ان الشركات كلها لما بتحب تزود المبيعات احد هذه الاساليب انها بتعلن عن المنتجات بتاعتها، فواضح ان العلاقة طردية في هذه الحالة بين الاعلان اكس وبين المبيعات واي. هيجي بعد كده يطلع لي ناتج اللي هو ملخص النموذج الموديل سامري. يهمني جدا ان انا افسر ار طلع زي ما سبق ان احنا اتكلمنا 988 من الف، وار سكوير 975 من الف. معنى كده ان القدرة التفسيرية للاعلان في تغير المبيعات وصلت 97.5%. وهذه العلاقة زي ما هنشوف في الانوفا اللي هو تحليل التباين، واضح قدامي ان درجة الجوهرية زيرو. معنى كده ان هذه العلاقة علاقة جوهرية، وبالتالي يعتد بالتفسير ان الاعلان فعلا يؤثر في المبيعات، بس لحد دلوقتي احنا ما نعرفش بيؤثر بكام. يبقى كل اللي يهمنا الى هذه المرحلة ان العلاقة بين الاعلان والمبيعات علاقة طردية قوية جدا، حقيقية جوهرية. يعني كلما تغير الاعلان محتمل بقى ان تكون العلاقة، كل ما يزيد الاعلان هتزيد المبيعات. تعال نشوف الكوفيشنت اللي هي معاملات الانحدار. عند الجزء الثابت اللي هو خاص بالمبيعات الديبندنت فاريبل اللي هو واي، 1667 من الف، وده طبعا هيبقى بالمليون. وادي اكس معامل الانحدار بتاعها 1.67 من الف موجب. معنى كده ان كل ما زاد الاعلان بمقدار وحدة واحدة، الوحدة بتاعتي هنا 100 ألف جنيه، ستزيد المبيعات بمقدار 1,067,000 من 100 ألف من المليون. حقيقي الكلام ده؟ طبعا السيجنفكت عليها السهم الاحمر اهو اقل من 5%. بالنسبة للكونستانت اللي هو جزء ثابت من المبيعات 3% علاقة جوهرية. بالنسبة لتأثير المتغير المستقل اكس على المتغير التابع واي زيرو. معنى كده ان العلاقة جوهرية ويعتد بيها. يبقى احنا هنا بنقول لمتخذ القرار خد بالك، العلاقة الارتباطية بين الاعلان وبين المبيعات علاقة طردية، معامل الارتباط بتاعك 988 من الف بين كلاهما، التغير في الإعلان استطاع أن يفسر 975 من ألف من التغير في المبيعات، أي 97.5% طبقا لآر سكوير اللي هو معامل التحديد. جوه هذه متخذ القرار، إذا كنت ترغب في زيادة مبيعاتك بمقدار كذا عليك أن تنفق بمقدار كذا طبقا لمعامل الانحدار اللي موجود قدامي. هو ده القرار اللي لازم ياخده متخذ القرار. تعال نشوف في الشريحة التانية. عندي حالة رقم 2 بيقول لي توفرت البيانات التالية لأحد مدراء التسويق والتي تعبر عن المبيعات الشهرية لمدة 15 شهر. واي ده المبيعات، اكس 1 سعر منتج الشركة، اكس 2 اللي هو الدخل، اكس 3 سعر المنتج المنافس. يبقى عندي هنا واي المبيعات ده متغير تابع،
وعندي 3 متغيرات مستقلة X1 و2 و3، ذلك يعني أن هذا الانحدار انحدار متعدد لتعدد المتغيرات المستقلة. عايز إيه بقى متخذ القرار؟ عاوز يعرف العلاقة التأثيرية للمتغيرات المستقلة على رقم المبيعات. يبقى هو عاوز يدرس تأثير X1 و2 و3 على Y اللي هي المبيعات، وعاوز يشوف يا ترى مدى التغير في المبيعات نتيجة تغير كل من سعر منتج الشركة والدخول الخاصة بالأفراد وسعر المنتج للشركة المنافسة، عشان يقول هو هيحدد السعر بكام، ولو حصل تغير في الدخول المبيعات هتتغير بكام، وفي ظل تحديده هو لسعر منتجه المنتج المنافس هيحدد السعر بتاعه بكام. جيم بيتلعب طبعا جوه السوق، فانت حر كشركة تسعر زي ما انت عايز، والمنتج المنافس ايضا حر، وهيكل منا هياخد ماركت شير من المبيعات الخاصة بهذه الشركة في ظل تغير دخول الأفراد. تعال نشوف البيانات الخاصة بهذه الحالة التي تتعلق ب15 شهر. أدي البيانات من الشهر الأول لحد شهر 15، وكذلك أرقام مبيعات واي وسعر منتج الشركة المنتجة للمنتج محل الدراسة X1، والتغير في الدخول X2، وسعر منتج الشركة المنافسة لهذه الشركة X3. كم حالة عندي؟ عندي 15 حالة اللي هي 15 شهر، وعاوزين ندرس العلاقات التأثيرية لكل من X1 وX2 وX3 على رقم المبيعات. أول طريقة اتفقنا هنشتغل بيها اللي هي Enter، هندخل كل المتغيرات المستقلة X1 وX2 وX3 في النموذج أو المعادلة الرياضية بتاعتنا. ده ناتج، بفكركم تاني، ناتج الاستاتستيكال باكج بتاع الاس بي اس اس، بيقول لي ادي واي متغير تابع اللي احنا عاوزين نفسر التغير فيه نتيجة تغير المتغيرات المستقلة اللي هي سعر الشركة والدخل وسعر الشركة المنافسة. فأول حاجة حسب لي الديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي المقاييس الوصفية الإحصائية، بيحسب لي على طول المين والستاندرد ديفيشن اللي هو المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وبعد حسب لي معاملات مصفوفة معاملات الارتباط بين Y ونفس واحد، بين Y وX1، X1 اللي هي سعر الشركة بالماينس قدامي، معنى كده ان العلاقة بين سعر الشركة والمبيعات علاقة عكسية، يعني كلما زاد سعر الشركة تنخفض المبيعات. الدخول اللي هو الدخل اللي هو X2، العلاقة طردية 947 من 1000، لان مفيش اشارة زي ما احنا متفقين، معنى كده كلما زادت الدخول هتزيد المبيعات. X3 مع Y اللي هو سعر الشركة المنافسة، معامل الارتباط بتاعه 89 من 100، العلاقة برضو طردية. لازم واحنا بنفسر يكون هناك تفسير منطقي لهذه العلاقات. كافة هذه العلاقات زي ما السهم الأحمر موجود قدام حضراتكم في السيجنيفيكانت طبعا كلها زيرو، معنى كده ان هذه العلاقات علاقات جوهرية. وبيرجع يفكرني يقول لي خد بالك ان انا معتمد على ان الديبندنت فاريبل هو واي اللي هو المبيعات،
وانا شغال بالطريقه بتاع انترنت هدخل لك كل المتغيرات المستقله الثلاثه مره واحده في النموذج، ونحكم على العلاقات في الشريحه التاليه. ادي الموديل سامري عندي، وقال لي ان البريدكتيف فاريبل اكس 3 و 2 و1 كل المتغيرات دخلت، معامل الارتباط المتعدد لتعدد المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع 1975 من 1000، الار سكوير وده مهم جدا، يعني الثلاث متغيرات دول في دخولهم بيفسروا 951 من 1000، يعني 95.1%، وهذا هذه القدرة التفسيرية للار سكوير جوهرية زي ما موجود قدامي في السيجنفكت بتاعتي في السهم الأحمر. تحليل التباين بيقول لي أيوه هذه المتغيرات المستقلة اللي أنا دخلتها اكس 3 2 1 والديبندنت اللي هي واي، والعلاقة بتاعتي علاقة جوهرية. طب ماشي، تعال نشوف بقى الكوفيشنت الريجريشن، عاوزين نشوف معاملات الانحدار بتاع النموذج اللي احنا مدخلينه. قال لي ان الكونستنت اللي هو الجزء الثابت، ان في مبيعات من غير المتغيرات المستقله 79 و106 من 1000، والعلاقه بتاعته السيجنفكت الجوهريه. اكس 1 معامل الانحدار بتاعه بالسالب 4928 من 1000، وايضا العلاقه بتاعته جوهريه 11 من 1000. اكس 2 16 من 1000 بالموجب، والعلاقه بتاعته غير جوهريه لانه ازيد من 5%. واكس 3 معامل الانحدار بتاعه 1 يعني 175 من 1000، والعلاقه بتاعته ايضا غير جوهريه. نقدر نصير معادلة الانحدار ونتنبأ بالمبيعات في ظل هذه المتغيرات، لكن لعدم وجود جوهرية هذه العلاقات لبعض المتغيرات بنتحفظ نقول لا، احنا نشوف لنا طريقة تانية تختزل المتغيرات المستقلة دي، لان احنا مش هنعمم النتائج الا لو كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع علاقات جوهرية. عشان كده لازم نشوف هل هدخل هذه المتغيرات في الستيب وايز مالتيبل ريجريشن ولا اعمل ايه، لان متخذ القرار هيبقى محتار في هذه الحاله. عشان كده لجأنا الى الستيب وايز اللي احنا اتفقنا كده باختصار، هيدخل متغير ذات القوه التفسيريه اكتر في التغير في المتغير التابع، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. نفس الكلام بيطلع للأوتبوت بتاعي، المقاييس الإحصائية الوصفية ومصفوفة معاملات الارتباط اللي احنا سبق تناولناها، وهي هي طبعا لأن مفيش تغيير في هذه العلاقات من طريقة الانتر أو طريقة السوبرفايز مالتيبل ريجريشن. لما جه يقول لي ايه المتغيرات اللي دخلت بقى؟ قال لي المتغير اللي دخل في الجدول الاول ده عليه السهم الاحمر اكس 1 هو اللي دخل. اكس 1 ده مين؟ ده سعر الشركه. والمتغير الثاني اللي دخل اكس 2 اللي هو مين؟ اللي هو الدخل. اما راح فين؟ اكس 3 لم يتضمنه النموذج. تعال نشوف ملخص النموذج اللي هو الموديل سامري. الار سكوير لما دخل المتغير اكس 1 اللي هو سعر الشركه كان ار سكوير 92.4%، والموديل الثاني لما دخل المتغير التالي ليه اللي هو اكس 2 وصل ار سكوير 95.1%، لان في السيب وايز لن يسمح بدخول متغير الا اذا هيزود لي القدره التفسيريه للتغير في المتغير التابع
بواسطة المتغير المستقل اللي هيدخل. طب تعال نشوف يا ترى، هل دخول المتغير الأول X1 العلاقة جوهرية في النموذج بتاعي؟ آه طبعا جوهرية لأنها زيرو. في دخول المتغير الثاني اللي هو X2 في ظل وجود المتغير الأول، هل العلاقة جوهرية؟ آه طبعا علاقة جوهرية لأنها 26 من 1000. يبقى كويس أوي كده، إحنا عرفنا أن المتغير اللي دخل رقم 1 هو X1، والمتغير اللي دخل رقم 2 X2 في ظل وجود X1. قدرنا نفسر قد إيه بواسطة المتغيرين المستقلين دول من التغير في المتغير التابع؟ R سكوير بتاعي 95.1%، ودي النتيجة طبعا رائعة. جوهرية؟ اه جوهرية. يعتد بيها؟ اه يعتد بيها. متخذ القرار يقول لك طيب انا هدي اهتمام بقى لإكس 1، يعني لازم يقوم بقى بدراسة وإعادة هندسة التكاليف الخاصة بسعر الشركة بتاعته، لأن واضح كده إنها بتغير في رقم المبيعات بتاعه، وفي نفس الوقت لازم يتابع التغير في الدخول علشان أيضا واضح إنه بيفسر جزء من التغير في المبيعات بتاعته. عشان كده بنروح للأنوفا اللي هو تحليل التباين، ويقول لي اه والله واي ذات ادفانتج بتاعي متغير مستقل رقم 1 ذات التأثير في المتغير التابع واي هو اكس 1 جوهري. اه جوهري اهو قدامي زيرو. المتغير الثاني بعد دخول رقم 1 اكس 2 ايوه جوهري. اه جوهري، يبقى العلاقات دي يعتد بيها، ومن ثم لازم أشوف بعد كده بقى المعادلة اللي يمكن استخدامها في التنبؤ برقم المبيعات نتيجة التغير في المتغير المستقل رقم 1 اللي هو X1، والمتغير المستقل رقم 2 X2 في ظل وجود S1. أروح للكوفيشنت بتاعتي وأبتدي أشوف وأقرأ هذه العلاقات. فعندي معامل حضار اللي هو ب الكونستنت اي المبيعات بدون تأثير الاثنين 82.275 من 1000، وعندي X1 العلاقة بالمبيعات بتاعته علاقة عكسية بخمسة وواحد وست 106 من 1. معنى كده ان العلاقة عكسية بين سعر الشركة وبين المبيعات. ايوه خد بالك يا متخذ القرار ان كل ما زودت السعر هتقل المبيعات بمقدار 5 و106 من 1، اي ان تغير وحدة السعر ستؤثر بالزيادة، ستؤثر سلبا على المبيعات بمقدار كام؟ 5 و106 من 1. العلاقة الجوهرية تأثير أيوه لأن 4 من 1. X2 لما دخل معامل الحضار بتاعه 17 من 1، وهو ده الخاص بالدخول، بس الإشارة بتاعته طردية. معنى كده إن كلما زادت الدخول كلما زادت أرقام المبيعات. جوهرية هذه العلاقة؟ أه جوهرية لأنها 26 من 1. يبقى متخذ القرار يستطيع أن يصيغ هذه المعادلة ويقول أدي رقم المبيعات الثابت، بس أخد بالي إن كل ما زودت السعر بتاع الشركة بتاعتي هيأثر سلبًا على المبيعات، وكلما زادت الدخول ستزيد رقم المبيعات بمقدار قد إيه لكل منهما بمقدار معامل الانحدار. فإذا كان متخذ القرار عاوز يزود مبيعاته يبقى لازم يعيد دراسة تكاليف التسعير بتاعته ويتابع التغير في الدخول عشان يقدر يقول أنا هبيع كام
في حالة السعر بالرقم المعين اللي هيحدده، وفي حالة تغير الدخور التي لا يستطيع أن يتحكم فيها. هو ده القرار اللي لازم ياخده بعد معرفة العلاقات التأثيرية للمتغيرات المستقلة في تغير المتغير التابع، وهو يعلم تماما إن لو زود السعر هتقل المبيعات، وكل ما زادت الدخول هتزيد المبيعات بالمقادير الخاصة بمعاملات الإحضار. وهو قلبه زي الحديد. ليه؟ لأن هذه العلاقات التأثيرية علاقات حقيقية ولها معنى ويعتد بيها، وبالتالي يقدر يحدد أهدافه البيعية وماذا يفعل في تحديد السعر وكيف يتابع التغير في الدخول الخاصة بالأفراد. هنتناول الحالة رقم 3 في تحليل الانحدار المتعدد التي تتعلق بالتدوير الوظيفي اللي سبق أن تناولناها في التحليل العملي. كان عندي المفهوم الخاص بالتدوير الوظيفي إن أنا عاوز أستفيد من الإمكانيات الخاصة بالمدراء بالقادة، إن أنا أنقلهم من مكان إلى مكان بعد ما اكتسب خبرات في مكان معين، عاوز أخليه يرتقي بهذه الخبرات ويستخدم وينمي الخبرات بتاعته ويدعمها، فأنقله إلى مكان آخر يحدث فيه تغيير، لأن لما بيطول المدير في مكان معين بيحصل تكيف بينه وبين العاملين، وبيصبح العمل بتاعه أكثر روتينية وقد يصاب بملل، وتبقى العملية عملية بيروقراطية ولا سمح الله ينتشر الفساد الإداري نتيجة التكيف بينه وبين بعض. عشان كده قلنا نعمل استطلاع رأي، هل من الجدوى وهل الناس ممكن توافق على تطبيق هذا المفهوم الخاص بالتدوير الوظيفي ولا لأ؟ وزي ما اتفقنا في التحليل العاملي ان احنا استخدمنا الريشيو سكيل اللي هو المقياس النسبي اللي بيتضمن انعدام الموافقة على تطبيق التدوير الوظيفي، وكان القيمة بتبقى صفر، انعدام ما نرغب في قياسه صفر، وتمام الموافقة 100% وما بينهما من درجات موافقة على تطبيق هذا المفهوم. وقلنا إن كان في 10 متغيرات، الـ5 متغيرات دول اتكلمنا عليهم في التحليل العاملي، والـ5 متغيرات الآخرين اللي قدام حضراتكم دول اتكلمنا عليهم أيضا في التحليل العاملي، وشرحنا كل متغير من هذه المتغيرات. طالما تعددت المتغيرات المستقلة أنا هختار متغير تابع اللي هي درجة الموافقة على تطبيق التدوير الوظيفي اللي هو Xn، ده هيبقى عندي في تحليل الانحدار متغير تابع، وعندي 9 متغيرات مستقلة من X1 ل X9، وعاوز أدرس العلاقات التأثيرية لهذه المتغيرات على درجة الموافقة في التطبيق. اتفقنا طالما تعددت المتغيرات مستقلة يبقى نحن في حالة انحدار متعدد، والحالة بتاعتنا اللي هي الخاصة بالتدوير الوظيفي اتفقنا الـ Dependent Extend والمتغيرات الـ Independent اللي هي من X1 لحد X9. هنشتغل الأول بالطريقة اللي اتفقنا عليها انتر، ده هدخل له كل المتغيرات، طريقة بتدخل كل المتغيرات المستقلة عشان تدرس تأثيرها في المتغير التابع.
وبتحسب لي زي ما اتفقنا قبل كده برضو في التحليل العملي، ادي المقاييس الوصفية الإحصائية المين والستاندرد ديفيشن. وكنا بسرعة كده اتفقنا ان اكبر متوسط كان خاص بالمتغير نمرة واحد اللي هو زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات. معنى كده إن التدوير الوظيفي بيحقق زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات لدى المدراء ولدى القادة. وكان الاختلاف على هذا البند قليل جدا، لأن الستاندرد ديفيشن بتاعه 8,103. المتوسط التالي ذات القيمة الأكبر كان الموافقة على تطبيق التدوير الوظيفي 93.29%، وانحراف المعياري أيضا قليل 11.549، والكلام ده تناولناه في التحليل العملي. وأدي مصفوفة الارتباط بين العشر متغيرات، وفي بعض المتغيرات أو معاملات الارتباط الدالة إحصائيا أي لها جوهرية أي حقيقية، وبعض المتغيرات غير دالة اللي هي معلم عليها بالهايلايت الأصفر. وكل اللي كان يهمني المتغير نمرة 10 variable 10 اللي هو الخاص بدرجة الموافقة، عشان أقول هل يا ترى أطبق ولا ما أطبقش، وإيه العلاقات بين المتغيرات المستقلة التسعة وبين المتغير التابع اللي هو الموافقة على تطبيق التدوير الوظيفي. قدام معاملات الحضار بيقول لي الديبيدا فاريبل 10 اللي هو الموافقة، وراح مدخل لي كل المتغيرات المستقلة من X1 لحد X9. واضح في البي معاملات الانحدار في منها علاقات إيجابية وفي منها علاقات سلبية، ودرجة الجوهرية significant بتاعتها في منها جوهري وفي منها غير جوهري، زي variable نمرة 1 في طريقة entered جوهري لأنه 27 من 1000. وبالتالي بيقول لي هنا إن التدوير الوظيفي بيؤدي إلى زيادة الخبرات والمعارف، ومن ثم يستطيع أن يحقق الإبداع والابتكار. وباقي هذه المتغيرات متغيرات غير جوهرية. القرار ايه؟ انه لازم يشوف طريقة تاني، ما هي المتغيرات ذات التأثير الجوهري step by step كده فيما يتعلق بتأثيرها على المتغير التابع. عشان كده هنلجأ الى الستيب وايز مالتيبل ريجريشن ونشوف النتائج بتاعته عشان نقدر نفسرها ونساعد متخذ القرار كيف يتخذ القرار الذي يحقق الفعالية في مساعدته على تطبيق مفهوم التدوير الوظيفي. احنا استطلعنا الرأي خلاص رايح دي، وعرفنا المتغيرات الخمسة في هذه الشريحة. المتغيرات الخمسة أيضا في الشريحة التالية اللي هما بيمثلوا 15 متغيرات خدناهم في الدراسة علشان نصل إلى قرار نطبق ولا ما نطبقش تبقى لدرجة موافقة المفردات بتاع العينة بتاعتي. وحسب لي زي ما اتفقنا قبل كده برضو المقاييس الوصفية الإحصائية ومعاملات الارتباط ايضا اللي اتكلمنا عليها في انترد والتحليل العملي. وبعدين لما دخلنا بقى وطبقنا للسيبوايز قال لي ايوه المتغير الاول ذات التأثير في درجة الموافقة
اللي هو بيتعلق أصلاً بإن التدوير الوظيفي بيزود الخبرات والمعارف لدى الأفراد، وبالتالي بيزيد من الإنتاجية بتاعتهم. المتغير رقم 2 اللي دخل اللي هو فاريبل 4، اللي هو أصلاً كان بيتعلق بالتخلص من الملل والروتينية والبيروقراطية. المتغير رقم 3 اللي دخل اللي هو 9، اللي هو بيقول لي إن القيادات بتفقد الخبرات التي تم اكتسابها في الأعمال السابقة. لكن هنشوف بقى نواتج التحليل بتاعت إيه. يبقى هو لحد دلوقتي دخل لي 3 متغيرات، لازم نتحقق من جوهرية هذه المتغيرات. قال لي ادي المود سامري، ملخص النموذج بتاعي الار سكوير، وصلنا الى 65.9% من التفسير في درجة الموافقة بواسطة 3 متغيرات. المتغير الاول فاريبل نمبر 1 اللي هو اكس 1، والمتغير الثاني فاريبل نمبر 4 اللي هو اكس 4، والمتغير الثالث variable number 9 اللي هو X9. طب باقي المتغيرات راحوا فين؟ خلاص ما لهمش تأثير طبقا للبيانات المجمعة من مفردات العينة. ابتدينا بآر سكوير 45.9، لما دخل المتغير X4 زود نسبة التفسير ل 60.7، لما دخل X9 زود التفسير في التغير في درجة الموافقة ب 65.9. هل يا ترى هذه المتغيرات العلاقات بينها وبين درجة الموافقة اللي هي المتغير التابع اللي هي X10 علاقات جوهرية ولا لأ؟ تعال نشوف. أدي تحليل التباين. تحليل التباين، لما دخل متغير نمرة 1 علاقة جوهرية، دخل متغير نمرة 2 في ظل وجود نمرة 1 علاقة جوهرية، لما دخل متغير نمرة 3 اللي هو X9 في ظل وجود X4 وX1 العلاقة أيضا جوهرية. يبقى إذا 3 متغيرات دخولهم وتأثيرهم في المتغير التابع اللي هي درجة الموافقة على تطبيق مفهوم التدوير الوظيفي علاقات جوهرية تأثيرية بين الثلاث متغيرات دول اللي هو X1 وX4 وX9، بيؤثروا على مين؟ على الديبندنت اللي هو X10. ده نواتج تحليل التباين. تعال نشوف معاملات الانحدار. معاملات الانحدار معاملات كلها في الاول متغير variable number 1 اللي هو X1 علاقة جوهرية، لما دخل عليه X4 علاقة جوهرية ايضا 2 من 1000، لما دخل عليه X9 العلاقة بتاعت جوهرية 36 من 1. الله، يبقى اذا حقيقة أن المتغيرات الثلاثة لها تأثير جوهري في تغير المتغير التابع X10 بكام؟ أقرأ البيتا بتاعتي بقى. البي بتاعي كان الكونستانت بالماينس 33 من 1، X1 العلاقة التأثيرية الطردية لوحده 69، لكن أنا يهمني النموذج ككل اللي هو وجود الثلاث متغيرات المستقلة في تأثيرها على المتغير التابع. فعندي الكونستانت اللي هو الجزء الثابت 6.34 من 1، تأثير X1 5.96 من 1، تأثير X4 في ظل وجود X1 2.26 من 1، وX9 176 من 1، وكل هذه العلاقات
علاقات جوهرية يعتد بيها. وبالتالي أقول متخذ القرار بتاعي خد بالك من الثلاث متغيرات اللي دخلوا اللي هو X1 وX4 وX9. X1 اللي هو كان بيعبر عن زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات والمعارف الخاصة بالأفراد، وX4 إن التدور الوظيفي بيخلص القادة والمدراء من الرتابة والملل والبيروقراطية، وX9 إنك أنت تحاول تقنع القادة إن هو هيستخدم الخبرات السابقة وينميها في الموقع الجديد عندما ينتقل إلى مكان آخر للاستفادة بالخبرات المتراكمة عنده، ومن ثم يستطيع متخذ القرار إن هو يعمل حملة توعية عن الإيجابيات الخاصة بالتدوير الوظيفي اللي احنا اتكلمنا فيها في التحليل العاملي، وإن هو يعمل أيضا عملية توعية إن هو هيستخدم خبراته السابقة المتراكمة وينميها في موقع العمل الجديد، ويستطيع أن يحقق الإبداع والابتكار وإن هو يزود معدلات الأداء ويحقق درجات كبيرة من الرضا الوظيفي.